وخلال اجتماعات الجمعيه البرلمانيه الاسيويه جدد المجلس التنفيذي للجمعيه الثقه للدوره الرابعه على التوالي في النائب احمد صباح السلوم لمنصب نائب رئيس الجمعيه كما اعيد انتخابه رئيسا للجنه الدائمه المعنيه بالشؤون الاقتصاديه في الجمعيه من جهته أشار السلوم إلى أن إعادة انتخابه يعتبر إنجازا يضاف لسجل إنجازات السلطة التشريعية في مملكة البحرين، وانعكاسا لما تحظى به من دعم ورعاية من جلالة الملك المعظم ومتابعة من سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء.